السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا خبر غريب شوية، وهو خطوبة منة فضالي وحسن شاكوش بعد انتشار صور وفيديوهات جمعتهم ببعض في كل مواقع التواصل الاجتماعي. هنعرف ايه حقيقة الخبر ده، وهنعرف كل التفاصيل، وهنشوف الفنانة منة فضالي بتنفعل وتعلق على الخبر ده. بس قبل اي حاجة، من فضلك اعمل لايك للفيديو وشارك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات، ضروري جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. الفنانة منة فضالي هي فنانة جميلة، ورغم جمالها إلا إنها متجوزتش غير مرة واحدة بس في بداية حياتها، وكان جوازها من ورا والدتها وبدون علمها، ومستمرش جوازها غير 7 شهور بس وحصل الطلاق، ولحد دلوقتي متجوزتش تاني رغم إنها قربت من سن 40. لكن خلال الأيام اللي فاتت انتشر خبر غريب ومفاجأة مش متوقعة، وهو خطوبة منة فضالي من المطرب المهرجانات المعروف حسن شاكوش. والحقيقة الخبر ده اعتمد على مجموعة صور وفيديوهات جمعت منة فضالي وحسن شاكوش، منهم فيديو هزار جامد بين شاكوش ومنة. وقال الخبر ان الخطوبة تمت في جو عائلي بعيدا عن الإعلام. انت عارف انت بتعمله ده؟ فبنتك كودينا جاية يلا. ومع انتشار الخبر ده في كل حتة وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة اللي فاتت، اضطرت الفنانة منة فضالي انها تطلع للإعلام علشان توضح حقيقة الخبر ده. وقالت منة فضالي ان خبر خطوبتها من حسن شاكوش هو مجرد إشاعة ملهاش اي اساس من الصحة. كمان قالت منة فضالي انها بتحب حسن شاكوش كأخ وصديق وبتكني ليه كل الاحترام. وعن الفيديو المنتشر ليهم وهم بيهزروا مع بعض، قالت منة فضالي انه هزار بين 2 اصدقاء مش اكتر من كده. وكان نشر حسن شاكوش مطرب المهرجانات الشهير على حسابه الرسمي في موقع انستجرام فيديو ظهر فيه وهو بيهزر مع منة فضالي، ونال الفيديو اعجاب متابعيه جدا. وعلق شاكوش على الفيديو وكتب احلى هزار مع روح قلبي منة فضالي. والجدير بالذكر دي مش اول مرة تطلع اشاعة ارتباط على منة فضالي، لان سبق وطلعت اشاعة خطوبتها لسعد الصغير وتم نفي الإشاعة دي. كمان حسن شاكوش طلعت عليه إشاعة خطوبة قبل كده من الفنانة غادة عادل، وطبعا طلعت غادة عادل بنفسها ونفت الإشاعة دي بشكل كامل. والحقيقة أنا مش عارفة إيه حكاية إن كل فنان أو فنانة يتصوروا مع بعض تطلع عليهم إشاعة، مرة ارتباط مرة خطوبة مرة جواز ومرة يتقال إن في قصة حب بينهم، كل ده لمجرد إنهم تصوروا مع بعض صورة أو صورتين أو هزروا مع بعض الفيديو. يا جماعة كل الكلام ده بيكون غالبا كذب وإشاعات سخيفة، ياريت ما نصدقش الأخبار اللي من النوع ده إلا لما تكون طالعة من أصحابها، لأنها زي ما قلنا قبل كده في الغالب بتكون إشاعة. وفي النهاية أنا بشكركم جدا لأنكم كملتوا معايا الفيديو لحد دلوقت، على وعد بلقاء جديد. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.